ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كله بخير. عشان بس ما نطولش في المقدمه واختصر الكلام، الموضوع بتاع السم سكنات جد ومش هزار، ودي رابعه وخمس سكين نسلمها للناس في اخر شهر. بس اما بالنسبه للشرح، ازاي تكسب سكنات؟ الناس القديمة عارفه الدنيا. طب لو انت جديد، انزل لك فيديو شرح مختصر دلوقتي فهمك الدنيا. كان مثلا انت عملت كومنت واحد في الحلقه، يبقى انت ليك كده صوت، فهتاخد واحد. في واحد عمل كومنتين في الحلقه يوم 25، الحلقه يوم 26، عمل كومنت هنا وعمل كومنت هنا، فكده هياخد رقمين اللي هو من 2 ل 3، وكده هيكون فرصته اكبر ان هو يكسب. ويستاهل لو انه تعب. ولما اخلص ترقيم وليكن مثلا العدد بتاعكم وصل 30 40، هدخل على جوجل يختار رقم عشوائي والرقم ده ابعت له سكان. اما بخصوص الجيف اوي الجديده، ديسكورد زي ما هو مفيش جديد. تدخل تبعت لي صوره للسكان اللي انت عايزها واسمك والصوره والسيرفر، وتعمل انفايت لاصحابك يدخلوا يديلك فوت في على الصوره، الفوت ده كرياكشن. اما بخصوص اليوتيوب رقم، لا انا ممكن تكتب اي كومنت عادي، انا كده كده هبص في الاخر على الكومنتات وارقمكم وهبعت السكن عشوائي. بس يا جدعان جي جي. في النهايه يا ريت الناس تحط لايك وتفعل الجرس، عشان بس لما ينزل فيديو يفكرك ان في سكنات توزع، ما تنساش اللايك. حلو، هيوقفني بالكيو بتاعته للأسف. خش يا ضحى، هات الواد ده، هات الواد ده، ماهوش فلاش. وتقطعك في كيو، كيو بقى بلس فيك في كيو. ماشي، سيب سيب وين بلاي. هضيفه، ضويفه ضيفه. معاك برونش يا مان. شو؟ مرن براحتك، خد الكاو. هيوقف، وقف وقف. حلو حلو قوي، خلاها تبقى والبلاك. هو قتلها كده خلاص. لا لا، ممكن تموته. ايوه، عشان كده عبد هي فعلا كده. هو تيمي بن واسك بس قشطه يعني. انت بتفكر ولا لا؟ انت هتموت برضه. ما تفلش بقى، بالله عليك ما تفل. الحمد لله. مش كده ولا يا اسطى؟ نور لسه ضرب على كيو معاك. اه صح، معوش في دبليو. حلوه، والبلاي ما تموتش انت بقى تحت بقى. لوحه من قلبك يحبها بقى. ماشي، طب اجيب الايتم اللي انت مفورني ده ولا؟ اضرب في التخيل، اضرب في التخيل. ما عيش شاك شو. بس 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 بس. هم اصلا ماتوا، هم اصلا ماتوا. طب بما انك ضيعت البتاع بتاعتك، تعالى بقى. لما ضيعت البتاع بتاعتك يبقى كده. تويتش رايح ميد ليه؟ بدري اوي كبير ولا معايا؟ بس معايا، معايا فلاش. قايلني يا متر، هات التخييم والبلا متر. يلا يلا دريك، يلا دريك. مالك يا ابني؟ فين ادوه؟ ما تسيب له يا عم. بصرا معاك تشرب قوي، مش قادر تشرب قوي. تاني شدوني يا ابني. دريك، انا عايز تعمل ايه متر الواحد؟ هتخش مش بعمل حاجه،
ورا تحت لوحة التاور ورا تحت. خش لوحة تخيل. يلا يا عم هو ما بيتدمجش لا خالص كده ما ليه؟ هو مش انت واحد وانا واحد. اس الاوتو اتاك يلا ضح. انا هجيب انا دي هجيب انا دي. مين اللي جت دي؟ نص هيموتها؟ نص هيموتها. قلت ليلى. هقول لك سيبالك يا ضحى. لا موت يا عم سيبالي ايه خلاص ده انا اصلا داخل استنهولك عشان تجيب كوره. غصب عني اصلا لازم انا ابطل لازم البتاع تقع. هات امك لا تموت. ما ده مش عشان انا هموت. هات امك لا تموت برضه. احا. ما دي مش ورث انا جايبها دي. عيش طب تويتش يعني البوت لين فاضيه تويتش. وانت فلش بجد عليا؟ تسلم يا دول بلاي والله. انا مطلع الحق. مش قصاره فكره الار كمان اللي باور ده لكن بيه في البلاي قول بلاي ده انا كده مش زعلان عادي يا عم هقفل افلو ماريكولا اهو عادي ما انا ممكن اخد الدريك طب كارما معايا خلاص خلاص سيبها سيبها خلاص بتل طلعت انت بس خلاص حط الورد هنا يا متر وسيبني حط الورد بس وسيبني لسه سايب لسه رامي الورد والله من شويه ما معيش ورد يا اسطى ازاي فين بتعمل كده يا اسطى ازاي فين بتعمل كده يا اسطى يا متر هتجيبه تجيبه عاش يا اسطى هو مصر مش مركز ليه يا اسطى مش عارف ما بيعرفش يكلير من فين خش يا كنديل اهي 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 موت هدو والله سايب انا معايا دبليو انا مش عايز اخدها مش عايز اخدها انا معايا دبليو مش عايز اخدها شفت يا اسطى اليوم يلا 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 انجيج انجيج عليه انجيج عليه وعايز يجيبني انا في الار عايز يجيبني هم الثلاثه هم الثلاثه وراك يا كابتن حد ينادي ناس مصر بيفرن انا جبت الولا جبت الولا حد ينادي ناس اي دبليو هو النصر بيعمل ايه؟ ايه ده؟ بس كمل انت كويس انت مش هتخش انت بتفايت كنا هنطور ولا ايه؟ احنا كنا بنفايت جنبه صح؟ بالله عليك ما تقول بالله عليك كمان بيفايت الويف لول مش كان عملت له اسيستات كلها جميع انواع الاسيستات دخل البوش اللي في التوب ده في حوار تحت يا جدعان طب 3 ضد 1 ايه هتموتوا يا رب ربنا يرزقك يا رجال اجري يا كلبي ايوه ايوه اضربوا اضربوا يا جدعان ما لحق هو في ايه يا اسطى هو في ايه هو جايب ايه ايه يا جدعان يا جدعان يسطا فين يا احمد فين يا احمد فين عليا النعمه ده لو كان حد بيلعب بالتيم قصاده كان علمه الادب بارون يا اخي بارون بارون يلا يلا طب يلا مش هيقع مش هيقع مش هيقع يا اسطى مش هيقع يا حبيب قلبي انا عملت كليل للويفا هيلولي عدت موت عدت موت ودريك معايا دبليو معايا دبليو معايا كده تسلم يا ميت محترم دريك 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 معايا تي بي روح من ورا شفتها شفتها خش يا روح معاش حاجة احسن معاش حاجة روحة مش طايل لك سيبني 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 ما تموتش يا اسطى انت كمان لسه ما كنتش انت كملت وراك راجل
انا لبست الار لوحدي، لبست الار والدبليو بتاعي. نصر يا اسطى سيب لي يا اسطى يا اسطى يا عم نصر ابعد عن هيجيبه يا اسطى. نصر ما بعدش عني ليه يا اسطى؟ هو مش فاهم حاجه زي كده يا كمبي. ابعد ارجع هيل نفسك ولا حاجه يا اسطى. هيل لوحدها بتاخد بتاع لوحدها يا اسطى. انا بتكلم على النصر يا اسطى. ادي كمان بقول يا نصر يا نصر يا نصر يا نصر دي يا نصر انا ما بطلعش دامج بقى. لا انت المره في حاجه ناخدها على المبا. لا انا جاي لك تحت معاك يا دوحه. هولدها هولدها يا دوحه. ماشي خش طالما انت دخلت ندخل. انا ممكن اضرب ارى ومرته بس مش ورث الار اللي انا هضربها له دي. عادي عادي ضرب جزء روحة صح روحة صح يا جدعان. هو ضيع التيمت يا اسطى على واحد. يا دوحة ايوه حلو حلو يلا انا ضيع ارى انا كمان على واحد عشان ده اهم مهم ده لازم يموت. في بيت هنا في حد. انا هيلت مرة. تعالى تعالى يا خليك انا تهيلت خلاص يابا ورا هون. لا يا اسطى ما تهزرش كمان. مش هموت اضرب معاك معايا ارجع بقى ارجع. ايه ده انت ايه اللي دخلك هنا؟ روح عايز اضرب لكم ما شايفهم قضيها كده يا دوح. ارجع بقى ارجع. بص ابن المتنكة. طب ليه؟ ما صدنيش. فين؟ بقت حاجة صعبة. بص ده ضربت ضربتين جابت جابت تويتش. ضربتين بالظبط. يا رب اسكت. يا رب يسيبونا اسكت. خلاص خلاص يا خلاص خلاص. طب اصحى طيب اعمل اي حاجة. بتعمل ايه يا اسطى؟ بتعمل ايه يا ابن لو ما عندتش الجيم هتخسر. انا مش عايز اعمل دبليو مع السلامة. طب ماشي المفروض ده هيروحوا اندو الجيم برضو وانتوا لسه مش تسعة. انا كان في ايدي اعمل دبليو واهرب اروح بس كنت بضيع وقت والله كنت بضيع وقت. هيضرب خبطه في البناء. بص مبسوطين يا رجاله من طريقه الخساره دي رجوله.